الريش ب1500 والكتكوت ب2200 جنيه. أحمد فتح أكبر مزرعة نعام في دمياط، وأهل البلد مشي وراه. النعام الواحدة بتجيب 70 كيلو لحمة، البيضة بيبيعها ب100 جنيه والريش ب1500، أما اللحمة فدي بقى ليها سعر لوحدها. أحمد دسوقي ابن محافظة دمياط، شاب بسيط قرر إنه يعمل مزرعة نعام، وبسببها بقى من أغنى أغنياء بلده، أصله ما سابش حاجة فيها إلا وباعها. تفاصيل مشروعه وإزاي نقله بالشكل ده وإيه هو سر نجاحه، كل ده هتعرفه لو تابعتني في الفيديو ده. شاب مصري قرر انه يشغل دماغه، وبدل ما يقعد يستنى الوظيفة عمل هو مشروع خاص بيه. لو مش اي مشروع، ده مشروع العمر، ارباحه مضمونة 100%، بس بشرط تتنفذه صح. احمد دسوقي شاب من محافظة دمياط، بعد ما اتخرج من كلية الزراعة قرر انه يخرج بره الصندوق ويفتح مزرعة نعام علشان تكون اول مزرعة نعام في دمياط. بس في الاول احمد ما قدرش على المشروع ده لوحده، واستعان بشريك وفتحوا المزرعة، ودلوقتي بقاله أكتر من 11 سنة شغال في المجال ده، والمزرعة دي بقت نواة لمزارع تانية كتير اتفتحت في دمياط، لدرجة إن المزارعين اللي كانوا بيربوا مواشي بقوا بيربوا نعام لأسباب كتير قوي، منها إنك ممكن تحقق ربح عالي جداً عكس المواشي. أحمد اتكلم أكتر عن مشروعه وقال إنه في البداية ربى نعام علشان يستفيد من لحمه بس بعد كده قرر إنه يوزع نشاطه ويبقى عنده مشروع استثماري، واشترى نعامتين وذكر نعام كبداية يعني. الجميل في المشروع بقى ده إنه كل حاجة في النعام بتتباع، من أول البيضة حد الريش، واللي سعره بيوصل ل 1500 جنيه، فأنت متخيل النعامة كده ممكن ربحها يوصل لكام؟ اللي أكدوا الكلام ده أحمد نفسه لما قال إن النعام يعتبر ثروة ماشية على الأرض، لأنك ممكن تاخد من النعام منتجات كتير قوي، زي اللحوم اللي بقيمة غذائية عالية والسعر الكبير برضه، ومن نعامة واحدة تقدر تاخد 40 كيلو لحم صافي، كمان ممكن تبيع الريش اللي بيدخل في الصناعات المختلفة، زي المخدات، وبتبدأ من سعر 1500 جنيه حسب لونه، وعموماً اللون الأسود هو أعلى سعر، غير الريش بقى فبيضة النعامة الواحدة سعرها بيبدأ من 100 جنيه، ده حتى البيضة الفاضية بتتباع علشان ينحتوها وتتباع كنجف أو أنتيكات بسعر كبير. كمان جلده بيتباع بمبالغ ضخمة قوي، لأنه بيستخدم في الأحذية والمصنوعات الجلدية عموماً. ولما اتسأل إيه أنسب عمر عشان ياخد لحم النعام وفي نفس الوقت المربي ما يخسرش، قال إن العمر المناسب من سنة لسنة ونص. خلال الفترة دي النعامة بتنتج 70 ل 100 كيلو جرام من اللحمة، ودي إنتاجية هايلة تفوق إنتاجية البقر والأغنام والمواشي بكتير. أما بالنسبة لعملية إنتاج البيض، فبيكون بداية من شهر فبراير، وبيستمر البيض في الفئاسة لمدة 39 يوم لحد ما يفئس ويتحول لكتاكيت، وبعدها يتم بيع الكتكوت الواحد ب2200 جنيه، وكل ما كبر الكتكوت في العمر زاد سعره. يعني لو بتفكر تعمل مشروع، مش هتلاقي أحسن ولا أنسب من مشروع النعام. قولنا بقى إيه رأيك في مشروع النعام؟